يجري وزير الخارجية أحمد أبو الغيط مباحثاتنا اليوم مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني تتناول تطورات الوضع في المنطقة والجهود المصرية من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية. كان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد التقى أمس وزير الخارجية الإيطالي. مباحثات موسى وفراتيني تناولت مسيرة السلام في الشرق الأوسط وبحث الاقتراح الذي تقدمت به الجامعة لعقد مؤتمر دولي حول الأوضاع في اليمن.